أغنى قارة في العالم بالثروات وأفقرها اقتصاداً، أفريقيا مطمع طبعاً، والوصول لكنوزها الطبيعية هدف، لكن الطرق تختلف. الصين اختارت أن تميز نفسها عن الدول الغربية والمستعمرين السابقين، تريد المنفعة المتبادلة بدلاً من الارتكان إلى وسائل المنح. سياسة تبدو ناجحة إن علمت أن بكين يتوقع أن تجني من أفريقيا 440 مليار دولار بحلول 2025، جنوب أفريقيا وإثيوبيا في المقدمة، مبلغ يعادل نصف قيمة عجز الميزانية الخاصة ببكين لهذا العام، تريليون دولار. وهنا تظهر ضرورة تغيير واشنطن لسياستها من علاقة وصفت بالأبوية إلى علاقة شراكة. والمستفيد الأول هنا هو دول القارة، قادتها يريدون علاقات جيدة مع كل من الصين وأمريكا. لكن سياسة بكين بدأت تتغير أصلاً مؤخراً، اتجاه لعسكرة السياسة الخارجية، وواشنطن قلقة من تنامي النفوذ. منذ 2017 لدى الصين قاعدة عسكرية لوجستية في درة تاج القرن الأفريقي وقلب مشروع الحزام والطريق في جيبوتي، التي تعد بوابة قناة السويس التي يمر عبرها 10% من صادرات النفط العالمية و20% من السلع التجارية. دافع آخر لواشنطن لاستدراك الغفلة عن القارة، القاعدة لا تقع فقط على واحد من الممرات الاستراتيجية الرئيسية وهي أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاماً، بل تبعد أيضاً 6 أميال فقط عن قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية. وهنا ومن جيبوتي يظهر لاعب آخر مهم تراجعت نفوذه في القارة وصورته النمطية مختلفة تماماً عن الصين. نتحدث عن فرنسا، تمتلك في جيبوتي أهم وأقدم قاعدة عسكرية لها في القارة. فرنسا البلد الأوروبي الأكثر ارتباطاً ليس بجيبوتي فقط بل بأفريقيا كاملة. عقود من الاستعمار والاستغلال غادرت بقوتها، لكنها باقية من وراء ستار بعملاتها الفرنك الأفريقي. بالعودة لعام 1945، فرنسا قررت إنشاء عملة موحدة تدير بها مستعمراتها في أفريقيا. حكم الواقع الاستعماري أينما كان، جاء الاستقلال بعدها لبعض الدول. نعم، تخلصت من الاستعمار بحلول عام 1960، لكنه كان أكذوبة. الأمر لم يتغير، 14 بلداً أفريقياً يواصل استخدام الفرنك الأفريقي حتى الآن. دول أفريقيا رغم نجاحها في تشكيل اتحاد اقتصادي في 1975، إلا أن كل المشاريع الانفصال المالي عن باريس ذهبت هباء. كيف تستفيد فرنسا إذن من هذا الأمر؟ البنك المركزي الفرنسي يطبع الفرنك مقابل رهن الأفارقة ل 50% من احتياطاتها النقدية، ملايين الدولارات مجمدة في باريس. وبالتالي الدول الأفريقية الفقيرة مضطرة لتحويل أرباح صادراتها إلى اليورو أولاً، وهذا ما يساهم في سد العجز المالي الفرنسي. وحتى فوائد الأموال المودعة لا تحولها فرنسا نقداً، بل تمول بها صناديق استثمارات فرنسية في أفريقيا. يبقى سؤال آخر، لماذا لم تتخلص دول غرب أفريقيا من عملة الاستعمار؟ فرنسا لن تقبل بخسارة النفوذ. غينيا مثلاً أنشأت عملتها، لكن باريس طبعت أموالاً مزورة لتدمير عملتها الجديدة والعهدة على كتاب الأسلحة الخفية لأفريقيا الفرنسية. مثال آخر في توغو، رئيسها الأسبق انتقد الفرنك الأفريقي، والنتيجة كانت اغتياله عام 1963. أين؟ داخل السفارة الأمريكية. ومن كان المتهم الأول؟ الاستخبارات الفرنسية، وذلك باعتراف أحد المنفذين.